وحول تقرير صحيفة الجارديان البريطانية عن سعي النظام السوري إلى التحايل على العقوبات الغربية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي. أهلا بك معنا دكتور أسامة. حياكم الله حياكم الله. أهلا بك دكتور أسامة. في تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية تم التأكيد أن النظام السوري يؤسس شركات وهمية لتجنب العقوبات الغربية، برأيك هل يفلح النظام في هذه المساعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا النظام ليس كمثله نظام في تاريخ البشرية، واليوم نحن أمام ظواهر قد تكشف، ولكننا نحن نعلم بالمجمل سياسة هذا النظام تجاه العقوبات وتجاه المحاولات لمحاسبته، المحاولات الدولية والأممية. هذا النظام مخابراتي بامتياز، له علاقات سرية بكل، وأقول بكل، أجهزة المخابرات العالمية، وأنتم تعلمون أن أي دولة حتى لو كانت ديمقراطية جهاز المخابرات لا يعنى بالداخل وإنما يعنى العلاقات لا تنقطع. لذلك نحن أمام نظام ليس سهل أبدا في هذا المجال. هذا ملعبه أن يتهرب من المجتمع الدولي كله، وأنا أقول ببساطة وأذكركم بأن حتى هناك دول أوروبية وهناك إدارة أمريكية عقدت صفقات من تحت الطاولة مع هذا النظام. فنحن نتحدث عن جزء بسيط ويسير جدا عندما نقول والله هناك شركات وهمية يستطيع من خلالها هذا النظام من خرق العقوبات وتدبير الأمور وتصدير الممنوعات واستيراد ما يريد. ولكن المدهش في الحقيقة في هذا الموضوع مستوى الفقر الذي وصل إليه الشعب السوري الذي تحت وصاية النظام، مستوى مدهش مدهش جدا. ومع ذلك هذه الصفقات وهذه الشركات الوهمية التي تتلاعب وتتهرب إنما هدفها السرقة، يعني حتى السارقين الذين يعني يتصفون يعني أزلام النظام ومن حوله حول بشار الأسد، وبشار الأسد نفسه، يعني هؤلاء جميعا سرقوا سوريا، وكانت اول شعار ضد بشار الاسد انه حرامي وانه سارق، وبالتالي هم يسعون من خلال هذه الالتفافات التي تذكرونها او تذكرها الصحيفه ليزداد غنى، ليزداد الازلام طيب غنى ويكدس الثروات. نعم. ليس لإنقاذ الوطن وليس دكتور أسامة تقرير نعم دكتور أسامة تقرير الجارديان أورد أسماء ثلاث من الشركات التي يستخدمها النظام للتهرب من العقوبات. يعني بعد كشف أسماء الشركات، هل نتوقع أن تتحرك أمريكا والدول التي فرضت بطبيعة الحال عقوبات من أجل تجميد أرصدة تلك الشركات؟ يعني الوقت مناسب جدا لتتحرك أمريكا، ولكن هذه الشركات قطعا ليست هي الشركات الوحيدة الوهمية التي ينشئها النظام، وهناك معلومات خطيرة، وهناك ثلاثي اليوم، يعني النظام وإيران وروسيا. يعني هذه المنظومة، هذا التحالف تستطيع أن تقول يعتمد تماما على وجود هذه الشركات الوهمية، وهو بصراحة ينجح. ولدي أنا الحقيقة تقرير كامل عن ذلك، يعني أجريته في مقال أتكلم فيه عن الوضع الاقتصادي للنظام والخسائر التي يعني تحققت بفعل هذا النظام في كل المستويات في سوريا. على كل الأحوال هناك منظومة الآن دولية فيها روسيا التي عليها عقوبات. هل تعتقد، عذرا للمقاطعة دكتور أسامة، هل تعتقد أن تلجأ روسيا إلى مثل هذه الأساليب التي اتبعها النظام للتهرب أيضا من العقوبات عليها؟ لجأت، يعني لن نتكلم عن المستقبل، هي لجأت. هي تعلم أنها ستعاني من عقوبات قبل أن تغزو أوكرانيا، وبالتالي هي لجأت، وربما طريق عن طريق الصين، هذا يعني أمر. وأمر آخر، الشركات الوهمية هذه أمر رهيب، واستخدمته إيران للالتفاف على العقوبات القديمة الجديدة التي عانت منها وتهربت تماما من كل العقوبات التي فرضت عليها. وإذا تكلمنا عن الإدارة الأمريكية، فأنت لا تتكلم عن الشعب الأمريكي ولا عن الكونغرس، أنت تتكلم عن إدارة يعني تشتغل بسياسة عقد الصفقات من تحت الطاولة. الصفقات من تحت الطاولة تتم، لكن الآن الوضع يختلف. اليوم الشعوب لا تسمح ولن تسمح لأي إدارة، أي حكومة، ليس برلمان،
أن يعني يفعل شيء من تحت الطاولة. حتى بعض الدول الأوروبية إذا كان الموضوع يتسع كوقت أيضا فعلت أفعال، ومنها تزويد النظام بأسلحة كيميائية. على كل، نحن نتكلم اليوم عن منظومة فيها روسيا وإيران والنظام تتهرب عن طريق الشركات الوهمية بطريقة يعني محترفة. طيب السيد، لكن اليوم الوضع الظرف الدولي اختلف بعد غزو أوكرانيا. طيب دكتور أسامة، يعني هذا اللجوء للتهرب والتحايل وإنشاء شركات وهمية، إذا دل على شيء على ماذا يدل؟ ألا يدل على لربما تأثير العقوبات على النظام وإيران وحتى روسيا؟ بلا شك نحن أمام منظومة عقوبات ضد روسيا وضد النظام، ويعني مفادها النظري رهيب. ولكن أنت تعلم مثلا خط الغاز الذي يعني يجب أن يمر عبر سوريا، وهي كمن يضحك على نفسه، يأتي الغاز من إسرائيل إلى مصر ثم الأردن ثم إلى سوريا ثم إلى لبنان، حلقة كاملة لي يعني يكون هناك طريقة للنظام يستطيع فيها خرق العقوبات، وأنتم تعلمون هذه التفاصيل. ذلك نحن، لكن اليوم الوضع اختلف. لن تستطيع الإدارة الأمريكية ولا أي دولة أوروبية كحكومات أن تلعب من تحت الطاولة. الوضع خطير، الوضع يهدد أوروبا. بشار يبرق يرسل برقية لبوتين يقول له نحن معك، غير التاريخ، يعني غير خريطة أوروبا. الكلام واضح، لكن وهناك أشياء كثيرة جدا وقتكم لا يتسع لأقول لك. طيب. مثلا موالين، بس اسمح لي هذه الفكرة السريعة، موالين للنظام يتسربون ويتسللون حتى بصفة مطرب وبصفة لاجئ، ويدخلون إلى الدول الأوروبية. الآن يشكلون خطر كبير في كل الدول الأوروبية. هذا منذ بداية، لربما منذ بداية انطلاق الثورة السورية، ولكن يعني هل يمكن البناء دكتور أسامة، هل يمكن البناء على هذه التأثيرات بتحرك من مناطق سيطرة النظام، لربما ما يعني موجة جديدة للثورة السورية في عامها 11 برأيك؟ الموجة، نحن نقول عن موجة، نقول حتما أن الثورة السورية المباركة مستمرة، ونرى الأحرار أمامنا. عندما نحشد في ايندهوفن منذ أيام يوم السبت أكبر مظاهرة في أوروبا، استطعنا بفضل الله عز وجل أن نخرجها وأن ندخل الصحافة الهولندية لأول مرة بثلاث مواقع إخبارية تتولي تغطي هذه المظاهرة ومطالبها، بأنه أعطونا الفرصة بدعم الجيش الحر البطل لنكسر بوتين في سوريا. سوريا ذراع بشار، ذراع لبوتين. نستطيع أن إذا كان عندنا الإمكانيات أن نفعل الكثير وأن نكسر هذه الذراع في سوريا. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي.